القديمه اللهم بارك يا اخوان. غير هو القنا ديالو اخويا يونس. اخي يونس السلام عليكم، دير بخير. الحمد لله كاين هذاك العاب خويا عزيز مجبح في كلام. شحال عنده؟ ولد العام. ولد العام تخيل معايا مخلابو باقي بحال كامل وجبح تبارك الله وكلام. اللهم بارك. التمام باش كيبقى التمام زوين. جداير اخويا الله ضاربك في الاول، بدال الاول. اول بداله ديال الاولى. شو الكسوه ديالها تبارك الله، الكسوه زوينه. جمالك جمال. كلامه حتى هو زوين، كلامه نقي ماشي جميله جميله. هذا ديال الهياجه، هذا بالنسبه للهياجه. هذا ديال الاناث كيوجد نتاوي اومنيفيت. اومنيفيت تحية لجميع الموالي ومبروك رمضان، نتمنوا لكم هذا الشهر بالصحة والسلامة إن شاء الله، وتوحشناكم الجمهور ديال. الله يكبر بك. الله عليك. الله يحفظك السي رضوان. الله يجازيكم بخير. شكرا. غادي نتلاقى بكم، الله يفتح علينا وعليكم ببال خير. عشاق الحسنية كيف ما كتشوف معايا تبارك الله، كاين هنا واحد الجداير وكاين الشنبور، هيك اخويا مصطفى. بالنسبة خويا الحسنية يعني اللي بغيتيها تعيش، يعني بغيتيها تطول، يعني اش تعطيها في الماكلة؟ غير هو القنا ديالو خويا يونس. اخي يونس السلام عليكم، دير بخير. الحمد لله كاين هذاك العاب خويا عزيز مجبح في كلام. شحال عنده؟ ولد العام. ولد العام تخيل معايا مخلابو باقي بحال كامل وجبح تبارك الله وكلام. اللهم بارك. التمام باش كيبقى التمام زوين 600 درهم. سمعوا الكلام ديالو. لا الجبح بعدا ديالو كي داير. باقي مرازي. 600 درهم راه الثمن مناسب بالنسبة للطير يعني تبارك الله. ديال الولاد. ديال الولاد. وي تفرقع تسمع في الدا ديال فيه كلام زوين. حتى الجو ما معاوش، كان الجو. طير غير يولع بزاف. الله يدير شي تاوي ديال الخير. امين. المهم خويا يونس الطير مكلم، يجي بنادم يعني اللي بغاه يجي يسمعو يعني من الاخر. مازال الا تكلم ديروا لي فيديو اخر من غير هذا. مرحبا. الف مرحبا. قلت لي الثمن 600 درهم يعني بريفيكس ولا مازال ياك؟ مرحبا. نشوفوا الطويرات اللي عندك. هذا خويا كان مشطوط على الحفاضه، شفتي ماشي رباقي الزحف ديالو ماشي كبير. وطير اخويا نشوف الكسوه ديالو ماشي الجبح اللي فيه. بعنا الطير من روزي ما والو. هذا ماشي الجبح اللي فيه، الباقي اللي غيدي غيتولع به مزيان. هذا لي صول مازال ماشي تبارك الله راه لي الجبه يقول لك هذا راه صايد. التمر اللي بغاه راه غنديرو معاه المروش. مرحبا. مرحبا خويا. شوفوا الطويرات الاخرين. جداير اخويا الله ضاربك في الاول، بدال الاول. اول بداله. ديال الاولى. شو الكسوه ديالها تبارك الله، الكسوه زوينه. جمالك جمال. كلامه حتى هو زوين، كلامه نقي ماشي. يونس خويا كيف ما كتقول دائما اللي عنده يتولى. اللي ما عندوش يتولى. الثمن ديال هذا؟ كاينين شي ناس اللي هما يسمحوا لينا كيوصلونا على شي طيار اللي هما ملاح. انت كتشوف اخويا عزيز الطيار ما كاينينش. اييه. كنديروا مجهودات كبيره باش كنقلبوا على طويرات زوينه نقيين. هذا راه الجدر ضارب الكسوه الاولى، الكسوه ديالو نقيه وفي كلام غير جميل. واحد القضيه اللي غادي نوصل للمشاهدين الكرام بالنسبه للاخ يونس، راه ماشي من دوك اللي كتقول ليه واش كاين شي طير يعني مكلم طير نايت
بغيت شي طيح فاضه كيقول لك كاين، كيقول لك الا ما كانش عنده راه كيقول لك ما كاينش. علاش؟ يعني كاين شي نوع اي حاجه عنده. اه تقول ليه جدار يقول لك كاين، تقول ليه يعني فاضه كاين. الحمد لله. مرحبا الف مرحبا خويا. بالنسبه لهذاك الثمن ديالو 400 درهم باش كيبقى الاخر، تنقول الاخر ديالو 400 باش نخليو الثمن الاخر ديالو. مرحبا. الكاج ديالو كل شيء. طوير زوج. المهم كيف ما كيقول الاخ يونس بانه خارج الكلام، شوفوا الطوير الاخر. وهذا هو جدير عند اخ يونس. سبقينا. شحال عنده اخويا يونس هذا؟ لا عنده عامين. عامين. هو خارج الكلام. كلم. هذا كان مهمول من ولا ما كانش كيشم شو. يعني ما الله يشفيه. لا مكلم تا هو مشبع. الثمن ديالو؟ باش كيبقى. اه. 500 درهم الاخر ديالو. 500. 500. مرحبا. كلمينا خويا عزيز كلام زوين. قلتي لي كاين نشاوي ديال الكنار واجدين. كاين كاين عندي نشوى بيضاء واجد 100%. شوفوها. كاين عندي هذيك. كاين خويا عزيز هذيك. تبارك الله. واجدة. اللي بغا الخدمة. جمال تبارك الله. هذه شحال كتبقى خويا؟ يلاه باش اختي دابا هذه خويا كنقولوا 150. 150 درهم. وعندك شي واش اخرين في الدار؟ كاين الابيض، يبغى الابيض الوجوديه كاينه حاجه بزينه خويا عزيز. خويا يونس بالنسبه للنميره ديالك اخويا 06 36 59 91 37. كنشكرك اخويا يونس وراك عارف دائما. واحد التحيه للمشتركين ديال القناه. خويا هادي الاول تحيه للمتابعين كاملين في الجميع داخل ارض الوطن. و كنوصي شي وحدين اللي يديروا حق الدرويش قشاقوا معنا خيار راه مكتوبه ما عيناش كيشريو خيار اخويا عزيز. تعاملوا مع الناس اللي عنده يتولى واللي ما عندوش يتولى. هذا هو الشعار ديال اخ يونس. كنبغيو من الاخر. اييه. السلام عليكم. تبارك الله عليك خويا يونس. مبروك عواشرك الله يحفظك. عشاق الحسنيه كيف ما كنشوف معايا تبارك الله كاين عليا واحد جدير وكاين الشنبو هيك اخويا مصطفى. بالنسبه خويا الحسنيه يعني الا بغيتيها تعيش يعني بغيتيها تطول يعني اش تعطيها في الماكله؟ الماكله اللي غتعطيها في الاول بعدا تعطيها الدو باش ترجع الصحه ديالك تريكيب ديالك يعني ضروري من الدو هو الاولان. اصلا هي من الخلا مهلوكه فهمت؟ يعني خاصها بعدا ترجع الصحه ديالها وهذه تعطيها الدو عاد باش تزول فيها دير طاسه دير فيها واحد. وبالنسبه للباتي وهذه الباتي خويا ما كتزون على واحد المده يعني الباطي راه غادي الباطي غادي تدخلوا لها مع الدود. الدود غادي تقسموا عليه جوج فهمتيني. ولك الباطي كيلصق في هذوك الاحشاء ديال الدود. ايه هي كتبدا تدخل الباطي والدود يعني كتولفوا لها فوالا تدريجيا. صافي من بعد راه بشويه بشويه تبدا تاكل الباطي. يعني ملي تدخل الكلام عرفها بان صافي وكرات انها صافي. ماشي على الكلام هما اصلا دابا خلاوه كيجيو دابا واجدين. سبحان الله العظيم. المهم عندك هو تزونه. اما الكلام راه غاتكلم غاتكلم. بالنسبه لهذو الاخوان راه يعني تشراو 150 درهم بجوج يعني 75 درهم الواحد يعني ثمن مناسب والله يسخر لمولاهم. تبارك الله عليك خويا مصطفى. الله يحفظك. لا يخطيك. بالنسبة للثمن ديالو شحال كطلب فيه؟ 900 درهم يعني الثمن قابل للمفاوضة. اللي بغاه مرحبا و1000 مرحبا كما كتسمعوا الإخوان. قلت لك المرقد ديال ذوك القورع. المرقد ديال القورع اللي كنتي جبتي شحال هذه بعتيهم؟ أي عقلت عليهم كيف ما كتسمعوا الإخوان. هذا جدير شحال عنده خويا؟ عنده عامين. صغير عنده عامين الاخوان. يلا خارج دابا بشي 20 يوم.
يعني عنده البدلة الثانية هذه، واكيد اللي بغى يجي يسمعوا اخره كيقول 900 درهم، واللي بغى غادي يدير مع الثمن زوين. بالنسبه للنميره ديالك اخويا، مرحبا، 06 61 66 79 70. بحكم الاخوان الجو غير ملائم، يعني باش نعريو على الطير باش نشوفوا الكسوه ديالو. المهم الكسوه ديالو زوينه ناضيه. خويا المرضي الله يسخر لك، تحياتي، الله يكبر بك، الله يحفظك. اللهم بارك الاخوان. كسيوة ديال الطير الاخوان، ما شاء الله طير فيك ما شاء الله. طير ما شاء الله. اللهم لحد الان ما سمعت فيك حتى حسره، يعني بالنسبه للحصول. مرضي الله يحفظك، الله يعزك خويا. والو كما كيقول مولاه، فين الطير كيف ما كيقول مولاه، ما فيش حصور اخي ونصر خدا الطير هذا. يعني جاي مع كلامه تبارك الله. مرحبا. باك تروى خويا عزيز، باك تروى طير ديال الكريه، الكلام راه فين كما كيقول مولاه نقي. ما كنقولوش فينو، خلي لك الكلام فينو باش يحفظها باش تصير فهمتيني. الطير نقي الا ما في لا قصه. الطير الطير تبارك الله، يعني فيه كلام نخي، كلام حلو، وحتى سبحان الله كتسمع داك الكلام. الرنين تبارك الله. خويا يونس غنسولك على الثمن ديالو.
الثمن ديالها شحال كتلف؟ 1300 درهم. طير مليح. الثمن قابل للمفاوضة. مرحبا. الله يدير الخير. شي بركة نحيدو منهم. خاص الطيور بحال هادو ملاح راه غير مجول كنشريو الثمن عزيز. انت راك شي كلشي. أنا راه حاضر معاك. أنا راه حاضر معاك. راه هاد الحلقة راه ديالك هاد الحلقة. الله يسلمك. هاد سميتو. هاد الفيديو هذا ديال اليوم راه خاص بك اخويا يونس، يعني بنادم مكمش ما باغيش يعني يطلق الفلوس، ولكن انت راه كتخلص يعني الطير باش ما باش ما بغى مولاه. آه مرحبا خويا يونس. الطير تبارك الله ديال الولاعه اللي شفنا راه كنقولوا اخويا يونس. النميره ديالك 06 36 59 91 37 باكتر وقت طير تبارك الله شي مريا وتشوف الجزر يعني الواج الكريه والكلام كلام الطير. مرحبا. الله يدير الخير. الله يسر. تبارك الله عليك اخويا يونس. تبارك الله عليك. الله يرحم لك. Thank you.